بعد حوالي شهرين من تعليق افتتاحه ضمن خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، أعادت بلدية الكويت افتتاح سوق الجمعة أمام رواده مع فرض إجراءات صحية وقائية. هذا وسيعمل السوق بمعدل 12 ساعة خلال أيام نهاية الأسبوع، حيث يفتح أبوابه من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء لاستقبال الجميع شرط التقيد بالاشتراطات التي وضعتها البلدية. مشاهدينا، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الزميل يوسف صفر من سوق الجمعة. يوسف، بعد التحية، الآن أنت في سوق الجمعة، أرصد لنا ما يجري في محيطك وكيف بدت الحركة ومدى الالتزام من قبل رواد السوق. إليك يوسف. نعم زميلتي زينب، كل الشكر لك، امسي عليك بالخير وامسي على الساده المشاهدين. مثل ما تفضلتي، من خلال تواجدنا من الصباح الباكر في سوق الجمعه في منطقه الري، هذا السوق لله الحمد راى النور في هذا التاريخ، في تاريخ 11 من شهر سبتمبر. هذا السوق تسكر اكثر من 7 اشهر، تم افتتاح هذا السوق في الشهرين الماضيين وهو في شهر يوليو، ولكن تم اغلاق هذا السوق من قبل بلدية الكويت تطبيقا لأوامر وزارة الصحة لعدم توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة. خلال هذا اليوم مع انطلاق افتتاح السوق يتم تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة من السلطات الصحية العليا في دولة الكويت. من خلال تواجدنا أيضا من داخل السوق في هذه اللحظة وفي هذا اليوم، يسعدنا أن نستضيف معنا المهندس فيصل الجمعة، نائب المدير العام لبلدية الكويت، ليحدثنا عن الدور الأساسي بلدية الكويت خلال افتتاح هذا السوق. الله يعطيكم العافية مهندس فيصل، جهودكم واضحة وجبارة في إدارة هذا السوق، سوق الجمعة. نعطي للسادة المشاهدين دوركم اليوم في افتتاح هذا السوق. حياكم الله. أول شيء طبعا دور البلدية، دور لتطبيق الاشتراطات الصحية. البلدية أساسا مشرفة على السوق، هذا أحد أسواق البلدية، وهي تدير أحد الشركات الخاصة. مثل ما عارفين ان في عده مراحل لافتتاح الانشطه. المرحله اللي تم لافتتاح هذا السوق هو عباره عن، يعني نعتبره مجمع، هو 30/6. افتتحنا السوق 12 تقريبا، تاريخ 12/7، ولكن لعدم توافر الاشتراطات الصحيه لظروف يعني مرتادين السوق وغيره تم اغلاقه. اليوم احنا تم افتتاح السوق وتواصلنا مع الشركه المديره، وحاليا نشرف على هذه الاجراءات من تطبيق كافه الاشتراطات المقرره من قبل وزاره الصحه. البلديه مشاركه ايضا في لجنه الاشتراطات الصحيه المشكله من قبل مجلس الوزراء. اللجنه عباره عن عده وزارات مختلفه تقوم في تطبيق هذه الاشتراطات. اليوم بسوق الجمعة حاولنا كثر ما نقدر يعني نكون يعني ناخذ احتياطاتنا بسبب يعني مرتادين هذا السوق والعمال وطبيعه السوق. هذا طبيعه سوق تقريبا شعبي. عدد البوابات تقريبا 13 بوابه، فتحنا 4 بوابات. في بعض الشبرات طبعا مثل ما شايفين السوق عباره عن عده شبرات. الشبرات اللي احنا يعني نحس ان فيهم ازدحام حطينا لهم اسوار مؤقته، وفي فحص ونراقب الاعداد على كل شبره اللي نشوف في مكان يعني اذا كان في ازدحام. ايضا طبعا في فحص حراره دخول السوق من الاساس، وفي خيام مؤقته لفحص الحراره وغيره. الاعداد احنا مع اداره السوق، اذا زاد العدد راح يتوقف دخول السوق الى ان تخف الاعداد. ايضا في مثل ما شايفين في بعض الملصقات الارشاديه، في تعقيم حق دورات المياه مستمر، وفي الاعداد ايضا، الاعداد لكل شبره قاعد نشوف الاعداد ونشوف مدى التباعد وغيره. نعم. بالنسبه العجاله مهندس فيصل، الاشتراطات الصحيه شنو هي اللي قاعد تطبقها بلديه الكويت داخل السوق؟ طبعا الاشتراطات هي محدده من قبل وزاره الصحه من بدليل الارشادي. اول شيء الاستمرار بلبس الكمام، هذا شيء اساسي. وجود مواد التعقيم، وجود تباعد ما بين الافراد، وجود تدقيق الاعداد، ايضا قياس الحراره، النظافه وغيرها من الشرطات. نعم. نائب المدير العام
البلدية الكويت المهندس فيصل جمعة، شكرا جزيلا لك ويعطيكم العافية على هذا الدور الواضح. أعزائي المشاهدين، مثل ما أكدنا لكم في البداية، تطبيق الإشتراطات الصحية هي الهدف الأساسي في تطبيقه في سوق الجمعة في منطقة الري. هذه صورة حية ومباشرة من سوق الجمعة، وأعود لزميلتي مرة أخرى. نعم زميل يوسف صفر من سوق الجمعة، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا لضيفك الكريم.